النساء النساء المالية يرتعينا ويتفينا حوله من أجل واحد مجموعة الأهداف. يمكن عنوان العريض ديالها العمل على خلق إطار يجمع كل النساء المالية بمختلف المديريات وبمختلف المواقع مناطق المغرب من طنجة الكبيرة لوجدة الفيقيد إلى غير ذلك. دار البيضاء مغنش اليوم يجتمعنا جميع النساء تحت هذا اللواء هيئة اللي أردناها أن تكون هيئة بروح مدنية بروح نضالية بروح نقابية تسعى إلى دعم وتضامن جميع النساء وخلق فضاء يمارسنا فيه حقوقهن ويتمرسنا فيه على الترافع من أجل حقوقهن ويتمرسنا من أجل سواء على حقوقهن كنساء داخل وزارة المالية أو كنساء بشكل عام، لأننا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. بخلاصة يمكن أن نقول أننا رفعنا شعار المساواة غايتنا كهدف استراتيجي وما عند التمييز والحيف، لأننا نعيش كنساء بطبيعة الحال كنساء نعيش من جميع المشاكل التي تعيشها النساء سواء من عنف أو من ضغط يومي في العمل أو من تمييز أو أزيد على ذلك لا حتى هنا من المشاكل. إضافة إلى ذلك هاد نساء وزارة الاقتصاد والمالية هم نخبة من المجتمع شئنا أم أبينا بحكم مهنتهن وتكوينهن، وبالتالي قد يلعبن قاطرة كبيرة في تنظيم مدني نقابي، يلعبن قاطرة مهمة في ترافع حول مجموعة من المطالب خاصة المتعلقة بالموظفات العمومية، وممكن أن يكون هن مؤطرات لفئات عريضة من شريحة العاملات، وبالتالي سيكون مدعمات وداعمات في ذات الوقت. هنا ليس فقط بالفعل هنا بحاجة للتضامن والتفاعل بينهن، ولكن كذلك هن يستطيعن أن يعطينا الكثير على الساحة النقابية وعلى الساحة المدنية بشكل عام. شكرا جزيلا. بالنسبة للتاريخ